بوابة أخبار اليوم موجودة مع أحد الشخصيات الهامة جدا 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 في قضية الطالبة الراحلة نيرة أشرف، الطالبة بكلية الأداب جامعة المنصورة وبنت مدينة المحلة، أحمد علي زين، صح؟ أحمد محمد علي زين العابدين. أحمد، أنت أحد الشهود إن شاء الله، هتروح المحكمة إن شاء الله. إن شاء الله الساعة 8:30 الصبح. طيب قول لي ماذا رأيت؟ والله حضرتك أنا شفت مجموعة من الطلبة داخلين عند المدينة، مدينة الأمل. كانوا عددهم بالظبط 2 أو 3 بنات داخلين يصوتوا. كان في وقع قبلها، قبل الحادثة بالظبط، كان في فرض أمن على بوابة توشكا كان بيتشاكل مع طالب من الكلية أو مخلص كلية. أنا قلت مثلا ولا حاجة السويت ده علشان مثلا الطالب ولا حاجة يتشاكل مع فرض الأمن أو مشرف الأمن، تمام. قلت أخرج أشوف فيه إيه، لقيت فرض الأمن وقاعد زي ما هو مفيش أي حاجة. فمشيت خطوتين لقيت إبراهيم العجرودي مشرف الأمن البوابة على بوابة توشكا ماسك واحد، ماسك طالب او ما اعرفش كان طالب ولا لا، كنت ساعتها ما كنتش عارف بالظبط كان طالب ولا لا. ولقيت بنت مرميه على الارض صايحه في دمها. انا قلت ايه طالب ممسوك، انا قلت اشوف البنت في ايه، لقيتها بتطلع في روح وقمت نازل ملقنها الشهاده. قلت ايه يعني، احكي لي بقى كده. احكي لي. انا نزلت على ايديك وجنبها، نزلت بالظبط على ركبتي اليمين ملموسه للارض، وحاولت بايدي اليمين برضه نازل بحيث برضه ايه علشان مثلا ايه اثر الجريمه او لما تيجي البحث الجنائي ولا حاجه علشان الادله الجنائيه وكده. فانا قلت اخد حرزي برضه، قمت نازل على ركبتي اليمين بالظبط والركبه الشمال ركبه ثانيه ونص ثانيه بالظبط متنيه، وايدي اليمين كان فيها ايدي الشمال كان فيها نضاره، وكنت ساند على طلة وار بايدي اليمين بالظبط وتبقى ملقنه شهاده بحيث ان هي تسمعني جنب ودنها. جنب ودنها سمعتك؟ طيب كان بقول لها قولي اشهد ان لا اله الا الله، ما فيش رد. فبعمل كده علشان الموقف طبعا وريحه الدم وكانت اول مره اتحط في موقف حاجه زي كده. تمام. فتشجعت ومتنازل عليها اشهد لا، اقول اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فانا لقيت زي ما تقول او سمعت شحرجه في الصوت وفي نفس ذات الوقت كان في حركه في صباح اليمين. انا قلت هي اكيد بتتشاهد، تمام، او مثلا ايه هو. بس الموقف صعب، بحاول اتذكر الكلام يعني. انا في الوقت ده انا قلت مثلا ولا حاجه اللي هي ما اتشهدتش. فانا قمت رايح على الطالب المرمي على الارض او الجاني، قمت ان انا انزل عليه ضرب، حتى رجلي اليمين كان فيه كدمه، كان فيها كدمه انا قعدت فيها بالظبط يومين بالظبط، كانت رجلها وجعاني من كدمه الرجل. في نفس اليوم بالظبط بالليل انا ما جاليش نوم خالص. معلش احمد انا عايز ارجع، وانت بحاول استرجع، على صوابع نيرة اللي هي ممكن تكون قالتها بصوابع، تمام كده. فانا في الوقت ده انا كنت مشتت اصلا، انا روحت البيت قعدت طول اليوم لغايه تاني يوم الصبح مش نايم، ما نمتش. هو الموقف تقيل وموقف صعب وموقف فظيع، بس هي ممكن تكون هي قالتها. فهو ده لما انا قعدت طول اليوم بحاول اتذكر وهي عملت ايه وكان رد فعلها ايه، بترجم الاحداث. بترجم الاحداث، برجع الشريط لورا بحيث ان انا اوصل لنقطه هل هي قالتها ولا ما قالتهاش. فالحمد لله الحمد لله اللي هي قالتها بصوابع ايديها. الحمد لله واحد الحمد لله. الحمد لله اللي هي قالتها اصلا، فربنا يرحمها ان شاء الله ونحتسبها ان شاء الله عند ربنا من الشهداء ان شاء الله ومن الصالحين ان شاء الله. شكرا. الله يخليك.